فيديو القصة رقم 3 من مقابلات العمل الحقيقية، واللي راح احكي لك فيها عن قصة لها علاقة في التدريب برضو، لكنها اقدم شوي، بس لها علاقة في الريفيرال والريكومنديشنز ومقابلات العمل والانترفيوز وكيف تجهز حالك وشو راح تسأل اسئلة اذا كنت راح تكون مدرب، لانه في ناس سألتني عن هذا الموضوع بعد ما نزل الفيديو تبع الاسبوع الماضي. جاسر مصطفى، وخلينا نبلش. المهم، بما اني مدرس معتمد وبما اني بدرس او بشتغل في مجال التدريب للبروفيشنال في السوفت وير تبع اوتوديسك مثلا او البيم موديلنج او البيم مانجمنت بروفيشنال او البروجكت مانجمنت بروفيشنال حسب البي ام اي ومجموعه اخرى من الدورات اللي انا متعود اني انا اعطيها، وهذا حكي لمده 10 سنين اذا مش اكثر، اكثر من 10 سنين اكيد. ففي يوم من الايام خطر على بالي مركز تدريب نقابه المهندسين الاردنيين، لانه ذا اند اوف ذا داي انا مهندس، فيعني اكيد لازم اروح اعطي هناك اذا انا على قدر من المسؤوليه والسكيلز. مين بتعرف يا جاسر؟ مين بتعرف في النقابه يا جاسر؟ خليك تساله شو كيف تقدم، يعني اتليست شو بعرفني كيف اقدم. فرنيت على رئيس الشعب المعماريه انا ذاك لانه انا وياه اصدقاء، فرنيت عليه قلت اساله واذا بعرف حدا بعمل لي ريكومنديشن انه قابله هذا الشخص، اذا طلع منيح جو اهد. الو مرحبا باشمهندس، كيف حالك؟ هلا ابو الجواسر، ودائما برد عليه هيك صراحه، انا كثير بحب طريقه رده. هلا ابو الجواسر، كيف حالك؟ شو متى نجيك على قطر؟ استنى مش هيك. ايش شو بدك؟ ودردشنا شوي مزحنا مع بعض. حبيبي انا بدي اعطي في مركز تدريب نقابة المهندسين، لانه اللي بعرفه انه ما في حدا بيعطي بيم مانجمنت، وانا عندي بروجرام تدريب خرافي في البيم مانجمنت، ليترالي برنامج تدريب خرافي اشتغلت عليه اكثر من سنه، اعداد وتجريب وتسجيل ومش عارف شو، فحابب اني انا افيدكم بطاقاتي وخبراتي. هو ضحك شوي بعدين قال لي اكيد ابو الجواسر ابشر، بس الموضوع مش عندي. تقول عند مين؟ قال لي تواصل مع مركز تدريب نقابه المهندسين، المهندس اكس والمهندس واي، واكيد ان شاء الله هم بروفيشنال كثير ومحترمين كثير وحبابين كثير وما راح يقصروا معك، وانا راح احكي معهم اشوف اذا في اصلا حاجه لهذا الموضوع، راح احكي لهم انه عندي مدرب قوي جدا قابلوه اذا طلع قدر المسؤوليه فاشتغلوا مع الزلمه. وبالفعل تواصلت مع المهندس المسؤول في مركز تدريب المهندسين بدون ذكر أسماء، وصراحة رجل حباب جدا، بعثت له على الإيميل ورد علي مباشرة، وبعدين بلشنا ندردش في الإيميل شوي، بعدين I think إنه لقينا إنه الإيميل مش طريقة كتير أفشن لأنه راح نستنى كتير رد على بعض، فحكيت معه تلفون، مرحبا كيفك باش مهندس؟ أنا المهندس جاسر مصطفى موجود في دولة قطر وتواصلنا مع بعض على الإيميل، وحابب إني أنا أفيد مركز تدريب المهندسين في واحدة من الدورات اللي I think إنه ما حدا عم بعطيها، وto be honest I believe in myself إنه ما في حدا I think at least في الشرق الأوسط بعطي هذا البروجرام اللي أنا بعطيه. He was impressed، قال لي definitely إحنا بالعكس بندور على المهندسين الكفاءات اللي ممكن يفيدوا زملائنا بأي مجال ممكن، ونحن بنحب إنه نحن أكيد نعمل معك انترفيو، بس قبل هيك في عنا شوية إجراءات. قلت له جاهز؟ قال لي راح نبعث لك إن شاء الله الأشياء المطلوبة تعبيها، بعث لنا السي في تبعك وبعث لنا بلا بلا بلا، حكى لي المطالب وبعثوا لي فعليا الفورم، وكان في السي سي مديرة مركز تدريب المهندسين اللي تعرفت عليها وما شاء الله عليها، إنسانة رائعة جدا. وبعدين عبيت المطالب، عبيت الفورم اللي أنا بدي أدرب على أساسه، وعبيت السي في، وعبيت الدورات اللي أنا مدربها مع مركز تدريب المهندسين وأرسلتها، وبالفعل مشينا في البروسس كاملة لغاية ما طلبوا مني إن أنا أعمل انترفيو وأعمل ديمو. فاللي بدك تفهمه أي مجال تدريبي راح يطلبوا منك ديمو، بس لا تخاف إذا أنت إنسان فعليا فاهم ودربت أو حاب تدرب فعادي، يعني مش هالمعضلة الكبيرة، وحنتعلم شوي شوي إذا أنت أول مرة راح تكون لإلك. أوكي نعمل الديمو، بدك تزورنا في مركز تدريب المهندسين. مهندس أنا نسيت أحكي لك إنه مفتاح الدولة اللي طلع عندك مع رقم تلفوني هي دولة قطر، وأنا إنسان مقيم في دولة قطر، فما راح أقدر آجل عندكم. Please can we make it online؟ والله الشباب كانوا open. Yes we make it online. Great. So متى الوقت؟ والله في الوقت الفلاني في الدي الفلاني. جهز حالك وعمل لنا شوية slides وتعال تعمل لنا demo لتلت ساعة. ويلا. والله جينا على الديمو، ايه اخبط والله في أربعة، في لجنة من أربعة بدهم يحضروا، قلت أنا قلت واحد درد شوي بشرح شوي بمشي الأمور، اثنين درد شوي بس طلعوا، أربعة يعني الموضوع صراحة سيريس، يعني ما بيقصروا الشباب في تدقيق المدربين لمركز التدريب.
وفعليا عملت الديمو تبعي ولما وصلت لرقم سلايد مش عارف 10 8 مش ناسي الرقم. يعطيك العافيه باشمهندس, ذاتس مور ذان انف ما شاء الله, المكتوب مبين من عنوانه والامور تمام, وراح نبلش حاليا نسالك. تفضل. بصراحه هو احنا ما عندنا هذه الخبره بهذه المواضيع تبع الكورس, لانه انت بتعرف كثير مطلوب في الاردن هذه المواضيع, لكن نحن فعليا كثير حابين ندخل في هذا المجال. فحكي لنا اكثر عن الدوره, واللي شفناه انه الدوره عباره عن ليفل مستوى عالي, فهل ممكن ان احنا نقسم الدوره لاكثر من جزء بحيث يستفيد منها اكبر شريحه من الزملاء, وكل شريحه عندها خبره معينه تاخذ جزء من الدوره؟ قال له ياس ما في مشكله, اوريدي اساسا ناوي اقسمها لثلاث, ديفينتلي ما راح اعطي هاي الدوره الكامله, لان الدوره الكامله مدتها سنه كامله, ياس 11 ل 12 شهر مع تجربه, يعني هاي تجربه حقيقيه, انا اعطيت هذه الدوره لمده 11 ل 12 شهر, بصراحه كانت قاتلة ومتعبة لجميع الأطراف, سواء إلي كمدرب أو للمتدربين اللي معي. فراح أعطيها على ثلاث أجزاء. قال لي perfect, وبعدين سألني عن إنه كيف ممكن نستفيد من الأردن من هذا الموضوع, كيف ممكن نستفيد من هذا الموضوع برا الأردن, كيف ممكن نسوق لها الدورة جوا الأردن, كيف ممكن نسوق لها الدورة برا الأردن. وسألوني مجموعة أسئلة عن الدورة بشكل كثير كثير كبير, وسألوني عن الأوقات اللي أنا available فيها, سألوني عن هل أنت experience إنك أنت تعطي أونلاين, فقلت له دفنت لها, شفت الديمو, قال لي فعليا مبين. وسألوا مجموعة أسئلة كانت كل الإجابات وكل الأجواء إيجابية بطريقة رائعة جدا, وراحت ست الحتة راح الموضوع صراحة شوي 2000 years later. المهم ربعتت أنا ريمايندر, فرجعوا تواصلوا معي, قالوا لي إنه إحنا راح نرتب دورتك في الكوارتر الثاني أو الثالث, بعرف شو رقم الكوارتر راح يكون, وإن شاء الله راح تكون معانا, وتم اختيارك طبعا خلال الديمو. أصلا بنهاية الديمو قالوا لي يعطيك العافية, بيرفكت مدرب معتمد وما شاء الله عليك وأمورك كثير تمام, وراح نرسل لك إن شاء الله هذا الشيء بشكل كثير رسمي, وإحنا نستفيد من خبرتك, ومدح صراحة أشكرهم جدا عليه. بعدين تذكرت قلت ما انا بدي افيد زملائي في مركز تدريب نقابه المهندسين, طب ما انا بعطي سوفت ويرز وانا بعطي بي ام بي وانا معتمد للبي ام اي ومعتمد للاوتوديسك, نسيت احكي له. قلت مش مشكله, رتبنا امور البم مانجمنت وبعثوا لي الجدول, قلت لهم تمام ما عندي ادنى مشكله في هذا الجدول, جو اهيد, واتفقنا على الفلوس. اولها انا ما كنت راضي, اولهم ما كانوا راضيين, وصلنا للميوتشوال بوينت, وهي بتاكد على موضوع النيغوشيشن, ومش المفروض انك عادي اي اوفر يجيك تقبل فيه, ممكن تناقش فيه تغير, اوكي ما تغير برضو اوكي, انت تصفي القرار عندك. اتفقنا الحمد لله على الارقام, وبعديها تواصلت معهم بعد فتره, رجعت حكيت مع نفس المهندس, قلت له باش مهندس كيف حالك, انا رجل بعطي مش بس بم, انا بعطي بيفت, بعطي ماكس, ممكن اعطي اوتوكاد, صراحه قليل بحبش كثير اعطي اوتوكاد, وممكن اعطي برضو بي ام بي. انبسط كثير وقال لي دفنت لي, انت اوريدي صرت معتمد, راح نبعث لك الدورات اللي انت معتمد فيها, وبعثوا لي فعليا والحمد لله, وقريبا راح يطرحوا لي برضو اول دوره ريفت اركيتكتشر مع نقابه المهندسين الاردنيين, واتوقع راح تكون بشهر 8 من 2022 ان شاء الله, ما تكون تمام ان شاء الله نتبلش, لانه انا متحمس ان انا اعطي مع نقابه المهندسين هذا البرنامج, لانه انا بحبه يا بابا, بحبه ومش حد يجوز غيره. المهم وبلشت فعليا في شهر 6 اول دوره بيم مانجمنت بروفيشنال مع نقابه المهندسين الاردنيين اونلاين, وحاليا معي مهندسين بيجننوا في الكورس, انا مبسوط عليهم ومبسوطين علي, وان شاء الله انها تكون دوره ناجحه بشكل كثير كبير. ايش بدك تستفيد من قصه مثل هاي؟ اول شغله الريفيرال مهم, راح يوصلك للانترفيو, يعني على الاغلب راح يوصلك للانترفيو, وعلى الاغلب اذا انت والريفيرال تبعك بروفيشنلز ما حتطلب له يتوسط لإلك. انا صراحه ما طلبت من حدا يتوسط لي الحمد لله, اللي اي حدا توسط لي وانا مش عارف بكون جدا مبسوط. النقطه الثانيه الريكومنديشن راح يوصلك للانترفيو, حكينا انك انت لازم تكون جاهز للانترفيو, ولازم تكون على قدر من المسؤوليه, الشخص اللي عمل لك ريفيرال يكون مفتخر انه عمل لك ريفيرال, هاي النقطه رقم 2. النقطه رقم 3 صراحه خلال هاي الفتره اكتشفت انه تواصلوا مع مهندس صديق لي جدا احترمه واعزه وبحبه, هو موجود في الاردن وبرضه بعطي دورات مع نقابه المهندسين الاردنيين, ما بعرف شو طريقة التواصل ناسي صراحة, بس حكالي وتواصلوا مع بعض ونصحهم بالمهندس جاسر انه ياس اشتغلوا معه, والمهندس جاسر على قدر من المسؤولية والكوميتمنت, واعصروا وخذوا منه اي دورة هو بيعطيها, انسان شاطر. وهذا الشخص انا بحب اشكره, هاشم محفوظ صديقي الصدوق واخوي الكبير صراحة, وهو انسان على قدر المسؤولية والبروفيشناليزم, وبالتوفيق هاشم, وان شاء الله رزقتنا مع بعض تكبر وتكبر وتكبر, وبالتوفيق لجميع المهندسين. ف لا تستهين بأنه أنت عندك خبرة معينة وخبرة قوية ونالج معينة تستطيع تحويلها
لدورة تدريبية، وإن شاء الله أنها راح تكون مصدر دخل جيد جدا 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 لعطوفتك. ومن هون لما تقتنع بهذا الموضوع تقدر تحضر فيديوهات السابقة، وإذا أنت مهندس وانترستد في الدورات التدريبية في موقع إلكتروني هي موجود هون، تقدر تدخل عليه وتشوف الدورات التدريبية. وأصلا برضو هون طلع أنا هيني على يوديمي هون هذا الويب سايت أنا بنزل عليه recorded courses، وبنزل عليه PMP mock up exams، بتساعد الناس تفهم كيف الامتحان الرئيسي أو الحقيقي لل PMP بيجي. فانجوي check them all إذا أنت مهندس أو ممكن تستفيد من هاي الدورات. ومن هون لوقتها انزل اعمل لايك الله يرضى عليك، وكومنت احكي لي إذا أنت في عندك دورة تدريبية معينة ممكن أنك تعطيها، ففيل فري إنك تعلن عنها في الكومنتس، وإن شاء الله أنها تكون مصدر رزق لإلك. أشوفكم في القصة رقم 4. سلام.